هتكون فتت المسخن قبل ما نبدأ نجيب الفراخ من التلاجة، وهنستخدم فيها النهاردة الزبادي اليوناني الطبيعي بتاع لاكتال. والزبادي اليوناني زي ما شرحت لكم قبل كده كذا مرة ان احنا الزبادي اليوناني الفرق بينه وبين الزبادي العادي انه أتقل، يعني تحسوه متصفي، تحسوه أتسم من الزبادي العادي. عشان نعمل فتة المسخن عندنا فراخ مسلوقة ومتنسرة متشال منها الجلد والعظم، وعندنا بصل أحمر متقطع شرايح، عندنا سماء، لوز محمص، عيش محمص أو مقلي شامي أو بلدي بس أنا هستخدم شامي، وعندي كمان طحينة مع الجريك يوغرت أو الزبادي اليوناني بتاع لاكتال. هنعمل إيه؟ أقول لكم. هجيب هنا في الحلة، هحط البصل، هذه الوصفة لا تمت بصلة بالمسخن التقليدي، عشان بس ايه ليس لها علاقة بالمسخن التقليدي عشان ما حدش يزعل. زيت زيتون، بصل احمر متقطع شرايح، ملح، يا نعم، يا إيمان، فلفل أسود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبة قلبي. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وبالصحة والسلامة. بدل حضرتك أنا شفت حضرتك عاملة امبارح شوربة الجزر. تمام. وأنا بحب الجزر جدا. حلو. بس أنا ما لحقتش الوصفة معمولة إزاي. تنزل لحضرتك حالا. ووصفة شوربة الجزر دي عاملة قلق من امبارح، وناس كتير جدا مع اني ما كنتش متوقعه كده الصراحه جربوها امبارح على الفطار وعجبتهم جدا، واللي لسه ما جربهاش يجربها معانا وحقيقي هتعجبكم. انا لما بقول لكم يعني على حاجه انها فيها اختلاف في الاذواق بيبقى فيها اختلاف في الاذواق، ودي لا يعني دي من الحاجات اللطيفه جدا اللي هتعجبكم قوي قوي. نزلوا لنا بعد ده. هو انا مين معايا في الكنترول من البنات؟ مين؟ اميره، ازيك يا مرمر؟ نزلي لي بعد اذنك. الحمد لله يا حبيبتي. نزلي لي بعد اذنك شوربه الجزر بتاعت امبارح. يسعدك يا رب. لما تنزليها قولي لي بقى عشان اشرح الطريقه حبيبتي. يبقى زيت زيتون يا حبايبي، ملح وفلفل، بصل احمر شرايح رفيعه، سماء. كان في اشاعه زمان اول ما السماء دخل مصر، لانه ما كانتش من الحاجات المتعارف عليها قوي، انه ده عباره عن القشر بتاع الرمان وبيتاخد ويتجفف ويتطحن، ودي معلومه مش حقيقيه. السماء بجد بجد الطعنة 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 جت من اقرب القريب. ليه كده؟ ليه كده يا استاذ؟ ليه يا استاذ ملواني كده؟ المهم، ودي اشاعه مغرضه. السماء شوربه الجزر معاكم على الشاشه. اخذنا البصل الاول مع التوابل والزبده، شوحناهم لحد ما اتكرمل، مش اتحمر، اتكرمل. نزلنا عليه الجزر وشوحناه لحد ما اتكرمل. بعد كده نزلنا عليه البرتقان وبشر البرتقان و الكريمه، والكريمه ممكن تبقى لبن معاه معلقه دقيق، وممكن تبقى عصير برتقان فقط. هتعملوه هيعجبكم جدا. الجبنه اختياري، العيش للتقديم. لا اصل هي ما كانش فيها كزبره جافه، هي كان فيها جنزبيل، فمعلش ممكن نصلح بس السطر ده. معلقه صغيره جنزبيل مفروم، شكرا. بس كده يا حبايبي هتعملوها وتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. هنزل بقى هنا الفراخ. اوبس، حادثه، حصلت حادثه يا يوسف. في حته جلد هنا مش عايزاها. لا يا يوسف، ازيك؟ الو، اخبارك ايه يوسف؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبي. امر يا يوسف. عايز مقادير الفراخ الكريسبي. حاضر، عينيا. ما كنا عاملين في تحضيرات رمضان الفراخ الكريسبي، كانت ستريبس، لو ننزلها ليوسف يبقى كتر خيركم. المهم عملنا ايه بقى؟ أخذنا زيت الزيتون مع البصل الاحمر الشرايح معاهم الملح والفلفل والسماء، شوحناهم لحد ما البصل طري. نزلنا دلوقتي عليهم الفراخ اللي اصلا كانت مسلوقه، اصلا كانت مسلوقه. طبعا هنا بما اننا عاملين فراخ نقول سلقناها ازاي، ميه سخنه
جزر، بصل، طماطم، حبهان لورا مستكة، عود قرفة، ملح وفلفل حصى، عود كرفس، عود جزر. طيب في ناس كتير جدا قصة غسيل الفراخ واخدة عندها حيز كبير، نغسلها ولا ما نغسلهاش؟ طيب الأصل في الفراخ إنها تكون من مصدر كويس وتكون طازة وتكون ريحتها فراخ وما تكونش فيها زفارة، وبالتالي ما تحتاجش إنها تتغسل، يدوبك ندعكها بليمونة. ولكن هل كل الناس عندها الأوبشن ده؟ لا لا، الحقيقة لا. فإحنا هنا علشان نرضي كل الناس ونحل كل الناس مشاكلها، فاللي ما عندوش المصدر الحلو قوي ده يبقى الحل التاني ان احنا نغسل الفراخ بمية وملح وخل ودقيق. يلا، زبادي يوناني لاكتال او الجريك يوجرت اللي كل الناس بتسألني عليه، موجود من لاكتال في كل السوبر ماركت، هاخده هنا يمين. بصوا بصوا القوام، طب بص بس القوام عشان الناس تعرف الفرق، استنى هفتح علبة كمان. بص القوام عشان الناس تعرف الفرق ما بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي، عشان ده سؤال بيتكرر كتير جدا. طبعا كلنا حافظين القوام بتاع الزبادي العادي. بصوا بقى الزبادي اليوناني عامل ازاي، مدي على قشطة كده شوية، غني وحاجة كده رائعة رائعة رائعة. يا سلمى، سلمى يا سلمى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا سلمى؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك قوي. حبيبتي انا كمان بحبك قوي قوي. امور يا سلمى، لو سمحتي ممكن طريقه المكرونه البشاميل؟ عيني، احلى مكرونه بشاميل لسلمى لو سمحتوا. واخدنا اربع علب للكميه الكبيره اللي احنا عاملينها دي لاسره من 6 لـ 8 افراد. بصوا القوام عشان كل الناس اللي بتسال ايه الفرق ما بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي. بصوا الفرق، اغنى اهو. تمام، مش هاخد عليه اي حاجه خالص غير معلقه واحده من الطحينه. ملح وفلفل؟ لا مش هحط له ملح وفلفل ولا اي حاجه خالص، انا عايزه استمتع بطعمه زي ما هو كده. اجيب الطبق ونعيد تاني. اولا الوصفة مش وصفتي الصراحة، أنا أكلتها عند صديقة عزيزة بوجه لها التحية وعجبتني جدا جدا، والوصفة ملهاش أي علاقة بوصفة المسخن التقليدي، علشان حبايبي حبايبي في الشام وفي فلسطين ما يزعلوش، وفي الأردن وفي كل البلاد محدش يزعل. ناخد بقى الفراخ دي وننزلها هنا على الرز. رز ايه؟ على انت فرحان فيا؟ طب ماشي، بس اطلع لك الفاصل. على العيش يا منى. يا منى حاضر حاضر حاضر. يا منمن ازيك يا روح؟ يا مدام منى يا حبيبتي، انا بكلمك علشان انا عملت شوربه الجزر. انا مستنياكي والله بجد، رائعه الف هنا. انا غيرت بدل الكريمه حطيت لبن لوز. طبعا يا نهار ابيض على الجمال، ده تغيير رائع. جميل، عشان انا بيرفع لي الضغط حطيت عود قرفه. الله الله، وسبت الجزر صحيح، لا تتخيلي. الله الله، رائعه، تسلم رائعة. ايدك دي تغييرات رائعه، ده انا بقى اللي هعملها بقى بطريقتك. نتبادل بقى الثقافات. حبيبتي يا مدام منى، رائعه حقيقي. اي من الوصفات يعني الرائعه فعلا، اكلتها امبارح بالليل كده، الف هنا، اتمزجت بيها جدا. الف هنا يا حبيبتي، الف هنا. وحبيت اطمنك واقول انا مبسوطه انك كلمتيني، لان فعلا كنت مستنيه تليفونك. يا حبيبي، حبيبتي يا مدام منى، حبيبتي. بس البلوسيا اللي انت حطاها النهارده حبيبه قلبي، عينيكي اللي حلو يا حبيبه، عينيكي اللي حلو. ربنا دايما، اللهم امين يا رب، انا وحضرتك وكل حبايبك، كل الناس يا رب، يا رب. ويريح قلوبهم يا رب، ويشيل عننا كل حاجه وحشه يا رب يا رب. حبيبتي يا مدام منى، نورتيني وشرفتيني ومبسوطه جدا انك جربتيها وعجبتك. طيب انا جبت سباتيلا عشان اخد كل اللي في
اللي في البولة عشان الناس بتتضايق قوي قوي ان انا بسيب في البولة. طيب طبعا شرحنا اكتر من مرة ان الاستعجال وان الحاجة ما بتتهدرش وما بتترميش، بس الناس مش قادرة تفصل ما بين البرنامج وما بين البيت، فمعلش خلينا احنا برضو واجبنا ان احنا نبسط كل الناس ونريح كل الناس قدر المستطاع. فادي الزبادي اليوناني بتاع لاكتل على وش فتة المسخن الرائعة دي. يا نعم شوية لوز كده تفاريح. نعم يا أستاذ فهمي. نعم يا أسماء. ما أنا ما سمعتش يا أسماء. شيف أميرة معايا؟ أيوة يا حبيبتي معاكي شيف أميرة على الهوا. حبيبة قلبي أنا كمان بحبك جدا. اتفضلي يا أسماء. بالصحة حضرتك. طيبة وانتي طيبة وبالصحة والسلامة يا حبيبتي. هو أنا يعني مجرد عايزة أجرب جلاش بالفراخ بس مش عارفة يطلع. عايزة إيه حبيبة قلبي؟ عايزه اجرب جلاش بالفراخ بس مش عارفه. طبعا طبعا ده انا عندي وصفه جلاش بالفراخ رائعه. عينيا. حاضر يا حبيبتي عينيا. هاخد بقى الفته واجي هنا. انا انتوا عارفين ان انا بحب الفتات جدا جدا، اي حد متابعني عارف الكلام ده، وبحب اعملها بطرق كتير ومختلفة ومتجددة، وبحب انا طبعا احط التاتش بتاعي في كل وصفة كده، يعني اسيب كده بصمة. فالوصفة دي من الوصفات اللذيذة قوي، مش بتاعتي بس جميلة 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 جميلة، وتسلم ايد اللي بيعملها. هطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض حمص باللحمة. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. غرفنا فتة المسخن وهنعمل دلوقتي حمص باللحمة. عندي هنا